السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نجيبكم معايا باش تشوفوا اجواء السوق ديال العرب في رمضان. جبتكم معايا اليوم، جيت نتقدى حيت غادي كاين لانيفيرسير ديال ريان وغادي يجيو عندي شي ضياف هاد الاسبوع تاني، خاصني نجي نتقدى. لو اليوم جبتكم معايا التقديه، مهم اجيو معايا تشوفوا. بصراحه كاين الاجواء بصح هنايا ديال رمضان وداكشي، غنجيبكم معايا تشوفوا البنات. ها لو كلير، ها هو هنايا لا ساليت غادي نجي ليه كما تشوفوا هنا. هذا لو كلير، هذا الباركين ديالو كما كتشوفوا، هاد الدخله كيدخلوا لي من هنا، وانا غادا عند السوق ديال العرب نتقداو. ها هو من هنا، هاد البلاصه هادي كيدوز منها التران، فيها الباساج ديال التران. اوه انا غنجي فوق السكه هانتي غير قريب تا هويا هذا مكازان تاع العرب. هاو شوفوا سميتو، سميتو ايبر فري ايبر دي ستوكر، مكتوبه فيه حلال. هاو هنا شوفوا هنايا، دابا عارفين دابا مع رمضان والاعياد وداكشي الدنيا عامره، صعيب باش نلقاو بلاصه. البنات انا تقاريت هنا، شوفوا هنايا كاين القزار حلال هنا، وكاين فين تقاراو هنايا كاين ايبر فري سوبر مارشي فين كاين، وتما كاينه واحد الباتيسري ديال الماتاس باتيسري ديالنا، تلقى فيها المسمن شباكيه كاع داكشي اللي بغيتو راه هي تما. دابا انا غندخل هنايا. كما كتشوفوا المحل عامر عامر بالناس. اليوم احنا غندخلوا هنايا اللي في خوي ليغو، غادي ندخل هنايا ناخذ شويه الخضره كما نشريو فويلات. بون غاليين شويه، 300 درهم الكيلو، 15 درهم، وجايين من المغرب. نقلب على الخرشه ما كاينش. هذا الخرشف شفتوه، دير انه غو 50 وزوين، الناس اللي دايرين الريجيم زوين. Les croissants, même pas 1 euro. Des croissants surgelés. شوفوا البطاطا هنايا، اللي بغى ياخذ البطاطا كتباع اون غرو. شوفوا الثمن، انا غادي ناخذ هذه 5 كيلو، ولكن كاينه 10 كيلو ب 30 درهم هنايا.
كاينه البنات 10 كيلو ب 30 درهم ب 40 درهم ناقص 1 سنتيم يعني 4 اورو، هنايا 2 اورو 5 كيلو. هناخذ هذه Voilà. هاد الغيوم صراحة فيه كل شيء، كل شيء هنا. هاد الثلاجة كيديروا فيها كاع داكشي، راه فيت شفتوها في الفيديو السابق، كيديروا فيها كاع لي سوسيس وداكشي. شفتو عندهم كل شيء وكاع الاتبينة. هيا غادي ياخذ هادي، هازي فانسيلا فوالا وي. شوف البنات الدنيا شحال عامره، كاين الناس بزاف. هنايا كاين جميع انواع ديال الاتاي كما كتشوفوا هنا. هادشي هادشي فيها غير داكشي تاع الحلويات، الطابع ديال الحلوى وداكشي، لا فلور دورانجي، دوك لي بونبون باش تزوقوا، خميره، كلشي كاين هنايا. انتو هاد الجهه فيها غير لي قامه كاع لي زيبيس اللي تبغيوهم، وهاد الجهه هنايا فيها غير لي ليغوم سيك، الحمص، اللوبيا، اللي بغيتوها انتو، كلشي كاين. والدنيا عامره اليوم. فوالا الفلفل الاحمر، الحلوه ماشي الحاره، كاين الحاره هاي. وهنايا جيت باش ناخذ التمر حيت سالا ليا داك اللي ديتو للدار، سالا ليا. شوف عندهم حتى لاباط العقده تاع التمر حتى هي كاينه، دايره 15 درهم 1.50. كاينه التمور الجزائريه تبارك الله، كلشي كاين، التمور موجوده. التمور الجزائريه هنا عندهم لي بواسون، وتما كاين البيض كما كتشوفوا هنايا، البيض 3 اورو. وهنايا عندهم اللبان سايكوك اللي بغيتوها، عندهم عندهم كلشي، كلشي كاين، كاين حتى السايكوك مخلط هنايا شوفوا. مهم شوفوا هنايا هذه ملفاي، ملفاي حتى هي كاينه، غالبا كيكون عندهم حتى رايبي جميله كتكون. وهنايا باش فارقين، فارقين بلي فخوي، فارقين تخلع على لا سوشي هنايا، تما عنده التمر حداه، عنده الشريحه، عنده كل شيء. المهم حتى انا باش ندور في لاكاس، يعني دخل لي كورس، ومن بعد انايا غادي نمشي لهاديك، غادي نمشي لا بولونجري ديال العرب، نشري منها شي حاجه حيت ما بقاش ليا الوقت البنات باش نطيب. شوفوا هنايا عندهم كل شيء، شوفوا هنا اش كاين، عندهم كل شيء عندهم. شوف شوف الشباكيه المخرقه، الشباكيه عندهم كل شيء. شوف انتو شوفوا كل شيء كاين عندهم.
ماشي عندهم حتى الباستيلا عندنا ضروري لا بولونجري وكيصايبوا الشفنج هنايا هانتوا شوف هذا السفنج اللي شريناه من الداخل ميرسي البنات هانتوا شرينا هنايا السفنج شرينا جوج ولتحت شرينا خبيزه بحال البطبوطه كبيره انا ما كنشريش انا من الزنقه المهم غير اليوم ما بقاش عندي الوقت صافي انا كملت دابا لي كورس غادي ندخل الدار ان شاء الله بصراحه اليوم كانوا الناس بزاف والاثمنه ديال الخضره طلعت شويه مع هاد العواشر العيد وداك الشيء وحتى مع هاد الحرب وداك الشيء الخضره طلعت شويه على داك الشيء اللي موالف ولكن شريت داك الشيء كامل اللي كان خاصني فوالا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وبسلامه عليكم.